بعض الفنانين عم بيحاولوا يغازلوا الشام، خصوصي المغردين والمعارضين فترة من الفترات. آخر مرة شفنا الفنان سامر المصري عمل غنية اسمها اشتقت لك يا شام. انت اشتقت له لسامر المصري؟ بكل أحوال سمعني هيك حكي، وسبق صحافة وسألتني بهذا الموضوع انه شو رايك بهذا الموضوع. قلت لهم ما كان في داعي الواحد يترك البلد ويمشي شا ما يشتاق. لو حدا بيحب البلد ما بيتركها وبيمشي، وهي بظرف صعب، امه بظرف صعب ما بتركها وبيمشي. قال لها اشتقت لك يا امي، لو اشتقت لها ما تركتها.